والسلام عليكم واهلا مره ثانيه في بي سي بارت سيميوليتر. طبعا خلاص ما خلص اليوم، كمل من اخر مكان. يوتيليتي بل لازم ادفع، بس كم الفاتوره ما اعرف، كم الفاتوره ما اعرف. طالب سامان انا ودنيا خلنا نشوف في الايميل. اول شيء الايميل your electricity bill 96. اوكي دفعنا فاتوره الكهرباء. اول شيء بسويه 4 جي بي رام. هذا اول شيء بسوي، اسب اطلب له على طول، لان اشترينا برنامج حقنا الحين، اشترينا برنامج بس حق حضر الجنابة. 200 دولار ولا خسرت البرنامج على فكرة. ال 3 والطاولة الثالثة ب 1500 دولار، والحين ما عندي فلوس صراحة ادفع عليها ب 1500 دولار. الصراحة ما فيها، تبون الصدق بشوف انا شو الموضوع على اساس نحن ممكن دبل كليك وين صار ولا ترن سوي له انستول. هو اظني مفروض الافضل اني اسوي ريموف حق البروجرامز على فكرة اللي على الكمبيوتر، المفروض انا اشتريهم بفلوس وحطيهم عليه يروح عند البيت موجود. ما يستوي هو، شو كان يبي يشغل؟ مش سيفيلايزيشن، لا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. ليج اوف ليجندز، لا هيرثستون، ماينكرافت، هذا ذا سيلينج سيميليتر. سيلوي يبا شيبا رام 2 جي بي، في رام 3 جي بي، ستورج 7 جي بي، انتل كورس، جرافيك كارز راندون ار 9 280، ريكومندد سبيكس. هو يبى ريكومندد، ما يبى شو اسمه نيدد 980 980، في 4 جي بي في رام يبى راندون جي تي اكس 980. كم بيدفع لي هذا السؤال؟ خلنا نرجع، شو اسم الرجال؟ رتش. وين صار رتش؟ على 490 يبغى جي تي اكس 980 صح؟ وين جرافيك كارد؟ جي تي اكس 980. اسمع صوت الكمبيوتر من هني مسوي لي حشرة ترى. 980 4 جي بي جيمنج، عندنا فيرام 4 جي بي، ما يبغى هذا طبعا، يعني نطلب له هذا. بس خليني اتاكد من خل الصفحه شغاله لحظه، خليني اتاكد من المواصفات مره ثانيه. وين صار فارمك سيميليتر؟ والله شيء العاب وايد هني نحن نعرفها، يعني نحن نبغى هذا جي تي اكس انفيديا، بس جي فورس جي تي اكس بغض النظر عن شو صح. هذا ام اس اي، انا ما ابغى ام اس اي، ابغى انفيديا. هو كله انفيديا الشركة الام، بس 1050 ما في غير واحدة اصلا. بطلب له هاي بالشباب، يبالي طاولة ثانية يكون مسكر عندي. go to pc، بنحطي على يم، بنحط على البيلة سامان، هذا ابجريد 4 جي بي رام. هل عندك هذا ابجريد؟ هذا شاري له سامانة، نحن نحن اوريدي شاري له سامانة. سكر، هنبطل هذا ستول من 4 جي بي. اركب له، لو اركب له مستعمل يمشي؟ ما ادري، اغشهم شوي، مش غلط يعني. لا الغش حرام، ليش اغشهم؟
دوبوت 3 دي مارك وين صار؟ كل شيء ثبت برامج. هلكوني ترى. علق على آخر شيء ليش؟ خلنا نسوي الأرن 3 دي. الحين بعد كان عندنا كمبيوتر والله ما أذكر شو سالفته. بس لابد بنوصل لمرحلة نركب كمبيوترات قوية شوي. لأن كل ما لفلت فيها سيفتح لي شيء. وببطل ورك بنش ثاني عسب ما اصير اقعد كمبيوترات هناك خلاص من عندي شيء اصير على الورك بنش الثاني بنش ورك بنش الثاني الحين بحصل 1500 بصير بطره واخذ طلبات صغيره بعد بس بتشوف شو طلبات باكر يعني لازم اشتري سامان احسب حساب كان بشتري سامان سامان لازم يكون مربح في حد بعد اشتغلت ببلاش انا على الشغله هاي ترى بس على اساس اني احصل اكس بي ليفل فحرام يعني خلينا نشتريها الحين زين وبنشوف ليش لا بنشوف هاي اللعبة مال تجزيرة مال وناسة بس تحب الجيمنج لازم تحب تركب كمبيوتر جيمنج وليك تحب الكمبيوترات القوية اللي خلت طالع بالذات لأن فترة طالع أنا بس كيف الناس تسوي كمبيوترات شيء ممتاز الصراحة الواحد يستكشف فأنت استكشفوا معي الحين البلز من يستوي عندنا فلوس كافية وهذا وفلوس مثل عالم الناس على أساس عمه هذا راعي المحل واحد خون طقع جوه ما أعرف شو يسوي زين خلنا نشيل هذا نركب الباب ماله ونتوكل زين اكزت تعال اسحب كبلات روح ما في واحد ثاني ها نسيت شو كان يبغى هيا اوكي هذا المخرج مال الافلام اللي ذبحني كتب لي 117 صفحه هذا مش هني هذا هني لازم بس فتح مستول ستورج بركودة حط له بعد دافع فلوس مسوي في هذا ترى هو في تو كونكشن في واحد باور سبلاي وفي واحد شو ما عنده وايد ساتا غير خلاص اوكي خلنا كلوز بي درايف كلوز بي درايف نسوي له بوت يلا يا حبيبي ركب كيبلات انزين انا اعترض على موضوع الكيبلات هو سيميليتر مفروض بالطريقة مفروض اصلا مرة مش الكمبيوتر الا اذا اشيل الكيبلات لو تبون الصدق بس الامور تمشي يعني خلنا نركب الباب ماله هذا مال بلاك ما ادري منو سايبرغ صديقنا راعي الافلام زين محتاجين فيلم الحين نعرف واحد مش مشكله يعني اوكي ليتس جو انت لا 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 مش ردي انت مش ردي انت انا طالب لك سامون منو الراعي هذا رتش لا انت الحين خلك رتش خلك رتش ما بنعطيك كمبيوترك انت بنشل فلوسك وبي سي ميركوري كان هي هذا بنشله نيو بارت افيلبل مس اي في نزل سامون جديد نايس انا اصير ابطل الطاولة هاي بطلت 1500 اخبطني عبرني انت تعال
خليك هنا لين يوصل سامانك. زين اي دون دوت وير از نيرلي 15th anniversary of beloved class classic mode منو بلانت بث ميموري وود ثينك بورز بد بيس تو اوبورتونيتي 4K مود ريماستر بد داي. شو تبى خلصنا ريموف فيروسز كلها حق ريموف فيروسز هاته. We have just added flowing parts to our range PC parts. اوكي انت منو؟ objectives can you make my PC faster? It would be happy if I can benchmark at least 34444. هذه 300 هاته هاته شلينا نحف كل فلوسنا صح؟ هاي يصير عند الباب بعرف. ايه يلا خلنا نرقد end of day go to work. تعال خلنا نزود كمبيوترات الحين. ها ما في هذا خلي عقب هذا. شو رايكم؟ ما لازم نطلب له سامون. انا طالب سامون حق هذاك. انزين ما وصل ليش؟ وين سامون اللي طلبته؟ ها امسك. ما سويت له باي. ما سويت له باي يا حبيبي. ما سويت له باي انا. حرام والله. لحظة لحظة انا ليش اشيل هذا اصلا؟ خلينا نركب كيبل. ادي ماي نبقى نستول يو اس بي درايف جيجا بايت. ها حركات والله. شو كان يبغى؟ خلينا بس ريموف فيروس صح؟ بيدفع لي 100. وين برنامجي؟ فيروس سكانر. انا حاطط له فيروس سكانر يدفع فلوس اصلا مش بلاش يعني. ريستارت. وين ريستارت؟ يلا خلينا نخلص. حاول تنهي حاول تنهي. ستارت سكانر. بس هذا خلصنا. بس الحين بني بمنو؟ بني بالثاني مال بوب جريد هذا. بس مال بوب جريد هذا شو لازم نسوي؟ مكان يسبي ماله غير هذا. زين خلنا نشغل الكمبيوتر. لحظة يو اس بي مالي وينه؟ ابا يو اس بي مالي. ترى مشتري برنامج 200 دولار خلنا نحلله. والترن اظني هاي صح؟ ما قال لي اشتري برنامج حق الموضوع. بس بتشوف اذا فيها البرنامج مال فلايت سيميليتر اف 1 يور تراكتينيتر ماين كرافت وروج تك والور كرافت ودف تانكس. لحظة ماله منو هذا؟ ثري فور فور فور. اظني ثبت برنامج غلط انا. خلينا نثبت هذا نسوي له بنش مارك. الحين شوي بدينا ترابل شوتنج لانه ما قال لي شو سواني بالشباب يعني. ما قال لي ما خبرني. يلا خلينا نسوي له بنش مارك على الطاير. سي بي يو تيست غيرت ريدي مارك تكنيكال جايد. لا افتح لي ستيم يا جماعه الخير. هذا الاكشوال برودكتس على فكره.
يودينا عند ناس يبون المنتج هذا، مو فيهم حيلة. بس ما عندي بدل اقرا فكرت سكري، ما اعرف اذا برفع السكور ماله لازم بدل جرافيك كارت، يعني ما في حل ثاني. اتصور يبالي ترتيب دنيا، رامز جرافيك كارت، ما مبين واحد يقول سوي لي كمبيوتر 200,000، واحد بصاحي قاعد يسوي له شوبينج محترم، ما الرجال ركب له امد 2 حركات، ركب له الكارت وابوك، نركب له كارز الاداد وهالسوالف، مو شغلات قديمة. هسه ركب الحين كله شوي، ها احسه سامان قديم. تبون صدق نبي نركب سامان جديد؟ زين خلنا نشوف بيعطينا ريكومنديشن شي شي نسوي ولا ما بيعطينا. ما في ريكومنديشن لازم نألف شوي، يبال الوضع شوي تأليف. بس بعد انا اعترض على مدة ال 3D بنش مارك بالنسبة للعبة، قاعد تريا 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 تريا. فين 300؟ هذا كم بيدفع لي؟ كم بيدفع لي؟ لحظة شو اسمه هذا؟ هذا 300، خلينا نشتري جرافيك كارد جديد. بيدفع لي 300، كم بركب لي جرافيك كارد؟ خبروني انتو شو جرافيك كارد اللي عليه عنده اصلا. ما بسوي رن مرة ثانية تبون صدق. فعلي 300، يبالي سي بي يو، هنا شوي تأليف بيدخل في الموضوع، شويتين تأليف مو بشوي. تعرفون شو كود جوب بدقة كود عينة بعد، ما با ابا جريد سي بي يو. ها بيدفع، ها لازم يوصل لي عسى بتشوفه ولا ما ينفع الوضع. زين انا اصلا لازم تريا ثانية بكل الاحوال. عندي هذا خلص، خلنا نطرش له سامونة. كولكت موني، كم بيعطيني هذا؟ 100، مو منه فايدة. راندون عندنا زيادة، سونك نيد زير هلب، ريبليس اتش دي دي، بس ريبليس عيون سيرسي وكان ماسف ان سم اندي فيلم سيركلز نيمارك نرستاند ذا ثري سمثينج اي نيدس انذر موب انجري فيلم فانتزي يوز عرفت بلو ريز ماي كمبيوتر سو اي كان دو مور ديتيل اي ميد لاود كان سورس ساوند اند اي كانت اكسس اني اوف ماي فايلز كان يو دو سمثينج اي نيد تو جيت ذيس ارتكل بلاك سايبرك جونيور اسيستنت مودريت باي ذا واي يو كان جيت هولد اوف ا كوبي اوف سونيك مانك ترى درجة ريكومند جيفينج تو واتش معرف شو. اوكي ريبليس اتش دي دي، خلنا نشوف الهارد ديسك اللي عليه اول بعدين ببدله. هاي حلقتنا لليوم، بس حلقتنا لليوم هذا هو الطاولة الثالثة فتحناها. نشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله. اكتبوا لي رأيكم تحت في هاي، تنفع سلسلة ولا ما تنفع سلسلة، ولا ايش تبون اسوي فيها بالضبط. والسلام عليكم ورحمة الله.